مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر، وبفكر السادة المشاهدين إن احنا بنتواصل معاكم طوال الأسبوع من خلال الخط الساخن من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، أيضا من خلال متابعتنا على الهواء مباشرة بيوجد الأرقام الهاتفية علشان نسمع منكم ونتعرف على أهم مشاكلكم، أهم المطالب اللي أنتم محتاجينها في مختلف نواحي الحياة اليومية. معايا مين من محافظة الجيزة؟ الحاج علي، سلام عليكم محافظة الجيزة، مرحبا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وانت طيب يا باشا. وحضرتك بالصحة والسلامة. يا باشا اتصلت بقى سيادتك قبل كده وبعت شكاوي بالنسبة احنا في قرية الخرمان فلاحين بساط، يعني مش فلاحين كبار يعني ولا حاجة. أيوه. وعندنا الجمعية ما فيهاش أي حاجة. لا في إرشاد زراعي. عنور زرعنا البطاطس ونزل فيها ندوية كلتها والفلاحين خسروا خسارة كبيرة في البطاطس. والسنة دي لا صرفوا لنا كماوي. وكلمنا الوزير مدير مديريه الزراعه بالجيزه قال لك ما فيش كمال البطاطس واشترينا لها من بره وزرعنا قدام. ايوه احنا بنتكلم على الموسم الشتوي دلوقتي يا حاج علي. احنا جمعيه الخرمان حضرتك فعلا كلمتني، واحنا في مكاتبات تمت من خلال قناه مصر الزراعيه مع وكيل الوزاره للاستفسار عن موقف الجمعيه، ودي انا بتابعها في هذه الفتره، ولكن انا عايزك تكلمني عن الموسم الحالي، الموسم الشتوي، موسم البطاطس انتهى، اللي زرع زرع بطاطس، اللي صرف صرف، لكن انا بكلمك عن هذا الموسم. الى الان لا يوجد اسمده في جمعيه الخرمان؟ مفيش ولا حبايه كيماوي في جمعيه الخرمان. وزرعنا الجمح. ايوه. مش الجمح ده ليه كيماوي؟ طبعا. انت رايح اخر مره كنت في الجمعيه امتى يا حاج علي؟ ده الجمعيه جنب بيتي انا يا باشا. طب النهارده مثلا؟ مفيش حد في الجمعيه خالص. طب هم محددين مواعيد للصرف، مواعيد اسبوعيه، يوم في الاسبوع مثلا؟ هو المفروض يا باشا بيبقى فيه حصر زي ما قال سياده الوزير، حصر على الطبيعه. ايوه. بالمعاينه بالزرع الفعلي، اللي زرع كرنب، اللي زرع بسله، اللي زرع بطاطس، اللي زرع طماطم، اللي زرع جمح، اللي عنده جنينه. طبعا مفيش الكلام ده لسه مش بيطبق ومحدش راضي يطبقه، محدش راضي يعمل في مركز رفيع، والكل خايف خدت بالك انه يعمل على الطبيعه عشان الناس اللي ما عندهاش ارض ما تشكيش فيهم وسيرها بارزه كده. فاحنا بنطلب سيادتك تناشد المسؤولين. يعني ايه كله خايف ينزل؟ يعني انا بسال سؤال، هو اللي ملوش حق في الاسمده هيعترض ليه؟ يا باشا ده بيقول لك ده حق مكتسب يا باشا. مين اللي بيقول حق مكتسب؟ الناس بيقول لك ده حق مكتسب، بيقول لك ده حق بتديه للحكومه. يعني لو واحد دلوقتي متعدى على ارضه الزراعيه ده من حق ان هو يصرف اسمده؟ ايوه بيقول لك ايوه من حق، بيقول لك الحكومه اللي عاملاها له. عاملاها له ايه؟ اذا كان هو غير نشاط الارض الزراعيه هياخد السماد ليه؟ عشان يبيعه في السوق السوداء؟ ايوه بيقول لك حق مكتسب. وده ودي تبقى عرقله لمسيره العمليه الزراعيه في هذا الزمام كله؟ ما احنا بنناشد سيادتك دلوقتي تنزلنا، تتكلم للمديريه مديريه الزراعه بالجيزه ينزل لنا لجنه على الطبيعه، ينزل يشوف يجيب الحصر على الطبيعه، انما عشان يجيب لي بتوع مركز رفيع، مركز رفيع ما يجيبوش الطبيعه. طب خليك معايا يا حاج علي، انا معايا المهندس طه نعيم وكيل وزاره الزراعه بمحافظه